والنهارده تحديدا كان في اجتماع مهم جدا لمجلس الوزراء، ويمكن الاجتماع الاسبوعي اللي بيعمله دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وصدر من هذا الاجتماع مجموعه من القرارات. تعال نشوف. واحد، عوده العمل بنظام التوقيت الصيفي. هتقول لي ليه؟ هقول لك اصبر عليا. اتنين، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية. زي إيه؟ يعني الأهلية مش هتتحول خاصة، ده على سبيل المثال يعني. تخصيص مساحة من أراضي الدولة لمحافظة سوهاج حتى تستخدم في إقامة مدرسة للتعليم الأساسي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تخصيص أراضي لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى تستخدم في تنفيذ توسعات المنطقة الصناعية في بني سويف. الموافقة على مشروع قرار مقترح من وزارة الثقافة بتأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، دي محتاجة تصفيق حاد. الموافقة على زيادة الاعتماد المالي المقدم من وزارة البيئة للمشاركة في تنفيذ الحديقة المركزية في شرم الشيخ. خلونا ناخد معانا بقى هنا على التليفون للتحدث عن هذه القرارات وشرحها سيادة السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء. اهلا اهلا بيك يا سيادة السفير. اهلا بحضرتك استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ مساء النور، كله تمام الحمد بقى لله. كل القرارات المهمه دي عدت على بعض الناس وكانها مرور الكرام، ومسكوا في عودة التوقيت الصيفي وهاتك يا هري، واعذرني على استخدام المصطلح يعني، بس من صباحية ربنا وكأن التوقيت الصيفي وحش، مع ان انا من الناس اللي نفسي التوقيت الصيفي ده يفضل مكمل معانا صيف شتاء. اهمية العودة للعمل بيها يا فندم؟ يعني مش بلومهم على يعني الاهتمام الكبير بالموضوع، موضوع التوقيت الصيفي، لان تاريخيا كان ده احد الموضوعات الخلافية. كنت دايما بتلاقي المصريين مقسومين نصين، نص يقول لك انا مع التوقيت الصيفي ونصف عكسه تماما. القرار اللي اتخذته الحكومة اليوم بعودة العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، ده مدفوع باعتبارات اقتصادية محضة. يعني عملنا الدراسات اللازمة، لأن الهدف الأساسي كان لدينا هو كيف نوفر أكبر قدر من استهلاك الطاقة. صح. الطاقة أصبحت يعني غالية، مرتفعة الثمن جدا، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وده وضع ضغوط كبيرة على الموازنة العامة للدولة. فكان الهدف اللي وضعناه أمامنا ما هي الطرق التي تمكننا من توفير الاستهلاكات من الطاقة. فكان الدراسة اللي عملتها وزارة الكهرباء والطاقة مع وزارة البترول خلصت إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي، يعني تقديم الساعة لمدة ساعة لمدة 6 أشهر في فصل الصيف، هيترتب عليه إجمالا توفير مقداره 10% من استهلاكات مصر من الطاقة. وده طبعا رقم يعني نسبة كبيرة، يعني توفيرها سيمكن الدولة من تخصيص هذه النسبة المبالغ يعني المخصصة لها لأغراض أخرى أكثر إلحاحا، وهيخفف الضغط عن الموازنة العامة للدولة. فده كان الهدف الأساسي أو الدافع الرئيسي لعودة العمل بالتوقيت الصيفي. وعلى فكرة ده ما زال مشروع قانون هيحال للبرلمان أو الحكومة اعتبارا من اليوم أحالته لمجلس النواب، اللي هيبتدي إن شاء الله النظر فيه تمهيدا لإقرار. لا نخليها موافقة بإذن الله، بس أظن كمان الله. يا فندم يسمع في حتة تانية، لأنه ده هيسمح لنا بتصدير فائضات أكتر من الغاز الطبيعي أو فائضات أكتر من الطاقة. بكل تأكيد، وعشان أوضح لحضرتك الفرق بقى في الأسعار ما بين ان احنا اي كميه هنوفرها ونصدرها بعد كده وما بين الكميه اللي بنستهلكها فعليا، وزاره الكهرباء بتحصل على الغاز الطبيعي من وزاره البترول بسعر 3 دولار لكل مليون وحده حراريه، علما بان المليون وحده حراريه دي لو انا صدرتها للخارج او مصر صدرتها للخارج هتبيعها بما يقترب من 30 دولار للوحده الحراريه، 10 اضعاف، يعني 10 اضعاف السعر اللي وزارة الكهرباء بتحصل بيه على الغاز. فطبعا وفر كبير جدا أي كمية هنستطيع توفيرها من الغاز الطبيعي. ليه الغاز الطبيعي؟ لأنه هو اللي بيستخدم في يعني محطات توليد تشغيل محطات الكهرباء. أي كمية من الغاز الطبيعي هنستطيع توفيرها من اللي بتحصل عليها وزارة الكهرباء ب 3 دولار،
نستطيع بعد ذلك ان احنا نصدرها ب 30، فدي مورد دولاري جيد جدا للدوله طبعا. المصريه، هيمكننا ان شاء الله ان احنا يعني في اطار جهودنا لسد العجز ما بين احتياجاتنا الدولاريه وما بين واردات يعني مواردنا الفعليه من الدولار. صحيح. طيب ده كده التوقيت الصيفي، ولعل الناس تبقى فهمت ان ده بيصب في مصلحتها بمنتهى الوضوح والجلاء. فهو حاجتين، من ناحيه بنوفر فلوس، ومن ناحيه تانية بنساعد على زياده حجم صادراتنا من الغاز الطبيعي. طيب ايه تاني من القرارات يا استاذ سفير؟ يعني كان في احد القرارات اللي حضرت ليها في الاول اللي هو يعني يحول دون او تشريع سيتم اقراره ايضا في مجلس النواب، يحول دون تحويل الجامعات الاهليه الى جامعات خاصه. ايوه. وعلشان ما نفتحش باب خلفي ان الجهه معينه او شخص يحصل على موافقه لانشاء جامعه اهليه، والجامعه الاهليه بيبقى ليها مواصفات خاصه في نوعيه الربح، لانها لا مؤسسات لا تسعى للربح، هي تسعى لتقديم نوعيه معينه من الخدمات التعليميه لا تتوفر ربما في الجامعات الحكوميه، وفي نفس الوقت تقدمها باسعار تقل كثيرا عن الجامعات الخاصه. طيب. علشان نحافظ على استمرار الجامعات الاهليه كما هي ولا تتحول بعد فتره الى جامعات خاصه، كان التوجيه ب تعديل تشريعي للنص صراحه على عدم امكانيه السماح بتحويل هذه الجامعات الاهليه الى جامعات خاصه، وتظل الجامعات الاهليه تقدم الخدمه لطبقه معينه من افراد الشعب اللي هم يريدون الحصول على نوعيه تعليم هي يعني وسط ما بين التعليم الحكومي في الجامعات اللي هو الجامعات الحكوميه اللي هو مجانا تماما، وبين التعليم الخاص اللي هو طبعا يعني اسعاره مرتفعه، بعض الطبقات لا تقوى عليه. وجدير بالذكر برضو يعني لو سمحت لي اضيف انه الجامعات الاهليه تقدم منح للمتفوقين، يعني اللي لديه هذه الكفاءه فبيقدر يحصل على منحه للدراسه في الجامعه الاهليه. علشان بكل تأكيد فعلا حتى لا يلتبس الموضوع على الناس بس. لا طبعا مثلها مثل الجامعات الخاصه، يعني الجامعات الخاصه على فكره هي الاخرى تقدم بعض المنح في الطلبه المتفوقين. الجامعات الاهليه نفس الشيء، كل الجامعات الاهليه التي تم انشائها على مدار الفتره الماضيه تقدم مثل هذا النوع من المنح، وده يعني تقريبا عرف دولي ان مكافاه المتفوق بانك تمنحه منحه للدراسه، وبيفيد الجامعه في النهايه لان من صالح كل جامعه انها تستقطب اكبر قدر من المتفوقين. صحيح. لان ده في النهايه يعني يسهم في تحسين التصنيف الخاص بالجامعه. صحيح. طب في قرار يعني محتاج ان انا افهمه اكتر، وان كان في رايي لو انا فهمي سليم هو قرار رائع، مساله ان وزاره الثقافه سوف تنشئ شركه للاستثمار في الثقافه وفي السينما، عايزين نفهم فيه اكتر يا استاذ سفير. هو طبعا التفصيل الافضل لشرح هذا السيده وزيره الثقافه، لكن هحاول يعني اوضح اهميه مثل انشاء مثل هذا النوع من الشركات، الشركه للاداره. هو في النهايه بيسهم في زياده قوه مصر الناعمه، لان الثقافه رافد مهم جدا من روافد القوى الناعمه لمصر. فاداره الثقافه بمفهوم مختلف عن الادارات الحكوميه هينتج عنه ان احنا هيكون لدينا منتج ثقافي قوي وقادر على المنافسه، وفي نفس الوقت سيكون له من الموارد ما يمكنه من الاستمراريه، هيكون عندك صح. من الموارد اللي تمكنك من الصرف على هذا المنتج الثقافي، لان اي منتج يعني المنتج الثقافي زيه زي اي منتج اخر، علشان يكون قوي وقادر على المنافسه يحتاج الى انك تصرف على هذا المنتج، ويحتاج انك تديره بعقليه يعني مش عايز اقول مش حكوميه، تحتاج انك تديره بعقليه اقرب الى فكر القطاع الخاص. صحيح. فده كان الهدف الاساسي من قرار مجلس الوزراء اليوم. صحيح. انا بشكرك جدا سياده السفير، كل الشكر ليك سياده السفير نادر سعد المتحدث باسم المحادث الرسمي باسم مجلس الوزراء.